FM. الكلمة ليك. الكورسة اليوم لعبنا على سان كروبوستيت يكونوا موجودين في الكراهب. للأسف ما نجموش نربحوا تكستيل كل خاطر ثم برشا جاو عنده مربوستيت وقلنا سي مالك وغازي صحيت غازي نجم جاوب ولا وقلنا لازم يكون كيف كيف بيان سيور بعثنا مالك شي ثرب فائر تجرب ومالك عارفين اللي يتعملش عليه داير في المواقف كيما هكا اما هبط كمام وثبت في كرهبة رونولد قال الاخر بالحروف الكل نطقها شو لقيت؟ لقيت كرهبة عارف انا عارف وشوية كراسي والراجل قريب نعمله فيزيتا وتقول لي لا يعمل عليه مشي ناحي الجلد متاع الواحد وكسكاي وكالدنيا كل مشي قلها قلت له ليه سالي عني بيه ما هو ما حبش سانكرو بوستات لقيتهم اموره ستة زيت ألف مبروك الهيكل بالقايد ياسر نصيف الجمهور نبيل أمان مبروك هيكل بالقايد ربحت معنا اليوم ألف مبروك أنت مسلسل جديد ما في القرعة ما ربحتش اليوم لعبت واحد ظهرت كيفاش صارت العمليين والله اليوم كي قلنا باش نلعبوا على شانس ما كنتش بعيدة أول حاجة وعندي سانكرو بوستات وقت لي دو جيست ما تكلمت انا ديجا نيفو الكارفور فهمتني هابط من الكارفور الحمامات عاودها مرتين اشهار ما تقولش ما تقول قول لي يعني فضاء تجاري متجع تجاري اي ديريكت مون جيت لهنا ديك السبه تاكسي حاط في بالي تاكسي نحيهم خاطر ثم اللي يشوف من بعيد يقول لك ثم كليون راك ما يوقفش اي صحيح لي روبوستات علاش انت مخليهم الرقم والله سيكوريتي ولا جوست زينه ولا نورمال حاجه دوريجين ماذا بيا تقعد دوريجين فهمتني هما مجعولين هما ديجا سيكوريتي للراكب صحيح صحيح فما برشا تاكسيات ينحيوهم اللي يشوفها من بعيد يقول لك فيها ركاب فهمتني تعرفوا مالك الحساس توقف تاكسي با تلقى واحده قصيره طالعه من تالي تقول زاد في حامي ثم احساس اخر زاد تطلع في تاكسي عملك هكا اي لهنا حد اي مره وقفت تاكسي قال سيون فيل صاحبي قلت له برت مشى لسقايف في تونس يحطوا ثم ورقة زادة ولا شنين عاش شنين الورقة يحط يقول لك راني مانيش خادم ولا ماشي نفطر ولا يمد لك زوز باكيت من شفاك ولا حتى هذيك زاد اللي يقول لك كومبوتياج ما تعداش من البلاصة هذيك والشارع هذيك خاطر حد اخويا التاكسيات تو كيقول لك الكيران النصر خويا النصر يا ودي هبطني برشلونة ليه النصر خويا ثم 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 مرة ثم مواطن حكيتها لك غازي يا اخو مثلا تحب تهبط للسونتر فيل شارع حبيب بورقيبه ثم تاكسيات ما يمشيوش على مبوتياج قال لك اطلع فوسط الكهرباء بكل ثقه بالنفس ما تخزرلوش قول وزاره الداخليه يعيشك يهزك من غير ما يتكلم حتى كلمه سي سي اموري مريم تقول وزاره الداخليه ومش يعيشك زاد صباح الخير وزاره الداخليه اكل لي مكبوس على الاخر يخاف يقول لك هذايا بوليس فك علينا ثم مشاكل ولا مالك العليا لا يعني كان ثم واحد قال لك وزاره الداخليه قول اعطيني كارت السيرفيس قبل ما تخافوا ردوا بالكم صحيح وين الميكرو صحيح ما بعيد شكرا لك هيك عيط لي شكرا لك هيك بالقائد هذا يخدم في العروسات هكا بتاع 20 دينار ما عنده دخل العروس وخمسه هذا هو راه وين ما احبابه وين ما اصحابه هذا وشكرا لك هيك عندك انديكاس والله نشكر كل من يخدم في الكاب اف ام الساعة على البادرة هذه وديجا كاب اف ام إذاعة حلوة برشا يعيش ويختاروا في سورتو الغناء يعني غناء يجيبوا القديم وال بالنسبة للقديم أنا أقدم واحد فيهم هما جديد هما راهو يجيبوا معناتها غناء فريمون يعطيك الصحة الاختيار هايل برشا يعيش لازم تعرف اللي سي هيكل ما يروح كان يكمل الكورس راهو مع الكورسه نروح هذيك خلينا نكمل الكورسه ونروح يعني كان ثمش كورسه يصبح اكثر من شهرين تقريبا ولا فهمتني وانا ديما نجي في خاصه نجي في القرعه في القرعه مظاهر حسن زهرت الف مبروك سي هيكل شكرا لك شكرا فاتيه مصورنا جديد تحيه الماي خليفه شكرا لك شكرا لك نبيل شكرا لك هبه شكرا مالك شكرا غازي دلندا. شكرا لدلندا زملائنا في قسم الاخبار قسم الرياضه وقسم الويب وفلاش بورسي مع وليد زميت فلاش بورسي سينو هذه نجاة عطية نرجوكم غدوا ان شاء الله نجاة عطية وكتبتي على جميع صباح الخير نشكر
FM. الكلمة ليك.